يتقدم الجزائري توفيق مخلوفي إلى المركز الثاني، يقود هذا السباق بشكل ممتاز توفيق مخلوفي في المركز الثاني، ويبقى تخلي كيبروب. ونشاهد أيضا إيغيدير الذي يحاول الزيادة في السرعة، لكن توفيق مخلوفي من الجزائر هو الذي يقود السباق وبسرعة كبيرة، لكن حذاري من إثيوبيا. توفيق مخلوفي في السرعة النهائية يحاول الفوز، ويعيدنا بالذاكرة إلى نور الدين مرسلي. توفيق مخلوفي ويهدف السرعة النهائية في اللحظات الأخيرة من هذا السباق. توفيق مخلوفي يحاول السباق، وتوفيق مخلوفي يفوز بالمركز الأول، وأيضا إيغيدير يحاول الفوز بميدالية من الميداليات، لكن تأخر في اللحظة الأخيرة، وتوفيق مخلوفي يفوز بالميدالية الذهبية. وهنيئا للجزائر بالفوز بهذه الميدالية.